أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المطهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعدام. اللعنة الدائمة السرمدية الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم ومعارفهم وأحكامهم كراماتهم ومعاجزهم وظلماتهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام ولا يزال حول الشبهات التي تحوم حول قضية وسيرة الإمام المعظم الإمام الحجة المنتظر أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. واليوم نبحث في شبهة سببها أيضا جعفر الكذاب. هذه الشبهة دائما يؤكدون عليها، يعني العامة العمياء يؤكدون على هذه الشبهة وكأنهم يعني صعدوا إلى السماء عندما يتطرقون إلى هذه الشبهة بشكل يعني يفرحون دائما في أعظم في معظم الكتب التي تناولت نفس القضية المهدوية على صاحبها ذات السلام والتحية تراهم يذكرون هذه الشبهة التي ستتطرق إليها اليوم بدعوى أن الإمام عليه السلام إمام العسكري أوصى إلى الجد يعني إلى أمه وإلى جعفر، واستندوا إلى رواية عرضها أو معروضة في كتاب أصول الكافي، ليس أن الشيخ الكلين الكافي صاحب الكافي هو الذي عرضها، عرضت في كتابه. هلا يعني تشوفون هذا الأمر. فقد ورد في خبر أحمد بن عبيد الله بن خاقان المروي هذا الخبر في أصول الكافي، هم العامة خاصة السلفيون منهم يعني دائما يتطرقوا إلى كتاب الكافي، يعني هم كأنهم يعني جام غضبهم صبوه على كتاب الكافي، مثل ما نحن نصب جام غضبنا على البخاري، نحن بحق نصب جام غضبنا على يعني لأنه في روايات ملفقة يعني أغلبه ملفق على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أصول الكافي هو كتاب جليل مروي عن أئمتنا عليهم السلام، ولكن لا يخلو الأمر بوجود روايات ضعيفة، مثلا بعض الروايات الضعيفة التي تخالف المبادئ العامة في الكتاب الكريم وفي سنة النبي وأهل بيته الطيبين الطاهرين. روايات هذه لا يعتنى بها، يعني واضحة، ولكن 99% من روايات الكافي هي صحيحة أصولا وفروعا، يعني كتاب الكافي هو منقسم إلى قسمين، أصول الكافي جزئين، وعندك فروع الكافي 6 أو 7 أجزاء. فهذا الخبر الذي هو موجود في كتاب الأصول الكافي في الجزء الأول منه في صفحة 503 في طبعة قم طبعة قديمة، الحديث واحد، خبر كبير يعني الخبر يعني في مولد الإمام أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام، بيتطرق إلى مقطع في هذا الكتاب في هذه الرواية، هو يروي انه كمان مش مروية عن معصوم، يرويها احدهم يقول كان احمد بن عبيد الله بن خاقان بن خاقان على الضياء، يعني كان مسؤولا على الضياء هذا من قبل النظام العباسي والخراج بقم، وهذا كان يعني وكيل الدولة العباسية في قم، فجرى في مجلسه يوما ذكر العلوية ذكر العلويين يعني ومذاهبهم، وكان شديد النصب والعداوة لهم، فقال ما رأيت ولا عرفت بسر من رأى رجلا من العربية
مثل الحسن بن علي بن محمد بن الرضا إمام العسكري في هديه وسكونه وعفافه ونبله وكرمه عند أهل بيته وبني هاشم وتقديمهم إياه على ذوي السن منهم وكذلك القواد والوزراء وعامة الناس، فإني كنت يوما قائما على رأس أبي بالكرهابة وهو يؤم مجلسه للناس إذ دخل عليه حجابه فقالوا أبو محمد ابن الرضا بالباب، فقال بصوت عال أذنوا له، فتعجبت مما سمعت منهم أنهم جسروا يكنون رجلا على أبي بحضرته ولم يكن عنده إلا خليفة أو ولي عهد أو من أمر السلطان أن يكن، يعني أنه تعجب من أبيه كيف يكن الإمام الحسن العسكري، مع أنه هذا يعني ما حدا بيكن رجل إلا إذا كان وليا أو سلطانا أو زعيما. فدخل رجل أسمر حسن القامة جميل الوجه جيد البدن حدث السن له جلالة وهيبة، فلما نظر إليه أبي قام يمشي إليه خطا ولا أعلمه فعل هذا بأحد من بني هاشم والقوات، فلما دنا منه عناقه وقبل وجهه وصدره وأخذ بيده وأجلسه على مصلاه الذي كان عليه وجلس إلى جنبه مقبلا عليه وجهه وجعل يكلمه ويفديه بنفسه وأنا متعجب مما أرى منه، إذ دخل عليه الحاجب فقال الموفق قد جاء، وكان الموفق إذا دخل على أبي تقدم حجابه وخاصة قواده فقاموا بين مجلس أبي وبين باب الدار صماطين يعني صفين إلى أن يدخل ويخرج، فلم يزل أبي مقبلا على أبي محمد يعني إمام الحسن العسكري عليه السلام يحدثه حتى نظر إلى غلمان الخاصة فقال حينئذ إذا شئت جعلنا الله فداك، ثم قال لحجابه خذوا به خلف الصمتين إلى يعني بذكر الرواية كبير الرواية إلى أن يقول له فقال يا بني أو قال له هذا الولد لأبي قال، فلما جلست بين يديه وليس عنده أحد فقال لي يا أحمد هل لك حاجة؟ قلت نعم يا أبا، فإن أذنت لي سألتك عنها، فقال قد أذنت لك يا بني، فقل ما أحببت، قلت يا أبا من الرجل الذي رأيتك بالغداء فعلت به ما فعلت من الإجلال والكرامة والتبجيل وفديته بنفسك وأبويك؟ فقال يا بني ذاك إمام الرافضة. شوف وبيعترف أنه إمام الرافضة ولكن احترمته وبجلت ذاك الحسن بن علي الإمام المعروف بابن الرضا. فسكت ساعة ثم قال يا بني لو زالت الإمامة عن خلفاء بني العباس ما استحقها أحد من بني هاشم غير هذا، وإن هذا لا يستحقها في فضله وعفافه وهديه وصيامته وزهده وعبادته وجميل أخلاقه وصلاحه، ولو رأيت أباه رأيت رجلا جزلا نبيلا، يعني لو رأيت عمله لابنه لو رأيت أباه الإمام الهادي كمان لرأيتهم أيضا رجلا جزلا نبيلا فاضلا، فازددت قلقا وتفكرا وغيظا على أبي. كيف تمدحوا له الجماعة وإخر شيء أنت أبطن بتقطيلهم، وما سمعت منه واستزدته في فعله وقوله فيه ما قال، فلم يكن لي همة بعد ذلك إلا السؤال عن خبره والبحث عن أمره، فما سألت أحدا من بني هاشم والقواد والكتاب والقضاة والفقهاء وسائر الناس إلا وجدته عنده في غاية الإجلال والإعظام والمحل الرفيع والقول الجميل والتقديم له على جميع أهل بيته ومشايخه، فعظم قدره عندي إذ لم أرى له وليا ولا عدوا إلا وهو يحسن القول فيه والثناء عليه، فقال له بعض من حضر مجلسه من الأشعريين إلى آخر ما بدنا نذكر يعني نعم، فقال ومن جعفر؟ قال يا أبا بكر، فما خبر أخيه جعفر؟ هذا بيت القصيد هلا مع القليل الأخرى بذكره، قال له إنه أنت عم تذكر هذا الرجل الإمام الحسن، بس فما بال جعفر هذا مقرب إليكم أنتم يعني بني العباس وجعلته إماما وخليفة، فقال ومن جعفر؟ فتسأل عن خبره أو يقرب الحسن الإمام عليه السلام،
أيكرم الحسن بجعفر؟ معلن فسق، تاجر ماجن شريب للخمور، أقل من رأيته من الرجال وأهتكه من الجيل. شوف هذا الخليفة قاعد عم يتحكم على جعفر الكذاب. خفيف قليل في نفسه، ولقد ورد على السلطان وأصحابه في وقت هذا وكيل السلطان، ولقد ورد على السلطان يقصد المعتمد العباسي وأصحابه في وقت وفاة الحسن بن علي الإمام عليه السلام، ما تعجبت منه وما ظننت أنه يكون، وذلك أنه لما اعتل بعث إلي إلى أبي إن ابن الرضا قد اعتل، فركب من ساعته فبادر إلى دار الخلافة ثم رجع مستعجلا ومعه خمسة من خدم أمير المؤمنين إلى أكره الرواية بعد طويلة إلى أن يقول. ولما دفن يعني الإمام الحسن أخذ السلطان يعني المعتمد العباسي والناس في طلب ولده إمام الفجر، وكثر التفتيش في المنازل والدور، يعني صاروا يفتشوا البيوت في طلبة، فتشوا على الإمام المنتظر عليه السلام، وتوقفوا عن قسمة ميراثه، يعني توقف عن قسمة ميراث الإمام الحسن، وهو عنده بيوت عنده بيت، هذا السرداب هو أحد يعني هو من توابع بيته. ولم يزل الذين وكلوا أو وكلوا بحفظ الجارية، يعني زوجة الإمام حسن عسكر مولاة من نرجس الرومية التي توهم عليها الحمل أو توهم عليها الحمل لازمين، يعني لازمين لها، حبسوها حتى شنو؟ إنه لما قالت أنا حامل هي حتى تخفي على ولادة ابنها، وابن الإمام المنتظر كان موجودا، ولكن قالت أن ادعت أن فيها حمل حتى يحبسوها إلى مهنالك وينصرف عن ابنها، كما في الرواية هذه وفي غيرها من الأخرى، حتى تبين بطلان الحمل، فلما بطل الحمل عنهن قسم ميراثه بين أمه وأخيه جعفر، وادعت أمه وصيته، وثبت ذلك عند القاضي والسلطان، على ذلك يطلب أثر ولده، فجاء جعفر بعد ذلك إلى أبي إلى أهله. هذا الشطر هو هذا اللي بيفتح كثير في السلفيون والعامة، أكثر شيء بيعتمدوا على هذا الشطر من هذه رواية أصول الكافي، بيقولوا أنه لما قسم ميراث الإمام الحسن العسكري عن الإسلام بين أمه وبين جعفر، دلالة على أن ما في شيء، ما في ولد اسمه الإمام المنتظر، فأنتوا يا شيعة كيف بتقولوا أنه أنتوا عندكم إمام اسمه الإمام المهدي؟ فبعبارة أخرى ننقل عبارة عبد الله الجميل سلف الوهابي من كتابه الملعون الذي طبع في الضافية كما قلت لكم في أحد المحاضرات السابقة، وطبعه شيعة للأسف لأجل الفلوس، فقدمت. يقول عبد الله الجميلي في كتابه بذل المجهود في إثبات مشابهة الرافضة لليهود، الجزء الأول منه صفحة 268 لطبعة الضاحية، طبعاً يعني مكتوب عليها طبعة شنو؟ طبعة المدينة المنورة. قال فقد دلت هذه الرواية، نكتوا كتبنا كلها، هلا بس بيهجم على داري جماعة تحت عنوان انه يخافوا من السلفية، انه والله محمد حمود انه كتاب خيانة عائشة قصة شنو هز الكون، وإن ما مخليين رواية من الروايات، ما مخليين كتاب الا وناقشينه. في كتاب انا ارسل الي من بعض البلدان توزعه السعودية هذه كل سنة أيام الحج، إذا بتشوفوا المصادر اللي ذاكرينا الطبعات القديمة والحديثة من كل كتاب، ما مخلين كتاب من كتب الشيخ المفيد، كتب الشيخ الطوسي، الشيخ الصدوق، كتب كل العلماء المتقدمين جايبين كتبهم كأنهم محيطين أكثر من علماء الشيعة في هذه الكتب والأحاديث، لأنه ما تجي على عائشة وجايب ذاكرين على عائشة، ذاكرين شو قايلين عنها المتقدمين، المتقدمون ماذا قالوا عنها إلى هنالك كذا وكذا، ولكن شجرة بغض، بغض لي لولائي لأهل البيت. هذا الملعون الجميلي قال قد دلت هذه الرواية على بطلان ولادة المهدي المدعوم إمام المنتظر الله أرجل الله فرج الشريف، ولا يستطيع الرافضة أن ينكروا هذه الرواية أو الطعن فيها. ليش؟ ليش الرافضة نحن قال ما بنسترجي نحن نشكل على هذه الرواية أو نطعن فيها؟
قال وذلك لورودها في أكثر من مصدر من مصادرهم الموثقة والمعتمدة عندنا، وقد رواها عدة من كبار رجالات الرافضة في الحديث والتفسير والتاريخ، أمثال الكليني في الكافي صحيح موجودين. والمفيد في الإرشاد، الشيخ المفيد في كتابه الإرشاد، والطبرسي في أعلام الورع، والإربدي في كشف الغمة، شفتوا شفت مفحفين بكل الكتب، والمجلسي في جلاء العيون، وابن الصباغ في الفصول المهمة، والقمي في منتهى الآلة. وبعض مصادر كثير بجيبه، محيط أكثر من مشايخ الشيعة وسادة الشيعة. هذه الشبهة التي اعتمدوها وقالوا أنه ما في ولد، ما في إمام عند الإمام، ولد للإمام العسكري اسمه الإمام المهدي، فأنتم يا شيعة روافض بكل معنى الكلام. هي عطرهم حتى روايات المروية بالكافي، يعني وهو معقول باب خاص بالكافي عن الإمام المنتظر عليه. بعد هذا الفصل مولد الصاحب عليه، بس اعتمد على رواية نفى وجود الإمام المنتظر، هو عقد له باب خاص الشيخ الكليني مولد الإمام الصادق. والجواب إن عبارة وتوقفوا عند قسمة ميراثه، هل رويت لكم إياها؟ لأن توقفوا عن قسمة ميراثه، ولم يزل الذين وكلوا بحفظ الجارية التي توهم عليها الحمل لازمين حتى تبين بطلان كذا وكذا، وقسم ميراثه بين أمه وأخيه جعفر، وادعت أمه وصيته، وثبت ذلك عند القاضي والصفة. هذه العبارة غير موجودة في الإرشاد، هذا تحقيق، هذه العبارة مش موجودة في كتاب الإرشاد ولا في إعلام الورع. أنا دققت في الكتاب في الكتب وفي الفصول المهمة، وهذه الكتب من المصادر الموثوقة عندنا نحن الشيعة. فكيف يدعي الجميل وجود الرواية بتمامها في مصادرنا وعلى طرد وجودها في بقية الكتب والمصادر؟ نفس الطرد المحال ليس مقام، أو موجودة بالنسخ القديمة مثلا، ننطرد والله الكليني مثلا كانت موجودة بهذه النسخ المطبوعة حديثة، أو موجودة مثلا والله بمصادر أخرى مثلا قديمة. فعلى طرد وجودها في بقية المصادر والكتب، فإن أصحابها رووها عن الكلين في الكافي، يعني هو المصدر في رواية هذه الرواية. وليس كل ما في الكافي يعتبر صحيحا وموثقا، وليس كل ما في الكافي يحمل على الحقيقة، وليس كل الروايات الموجودة أو بعض الروايات الموجودة التي ظاهرها مثلا نفي وجود الإمام المنتظر بتكون حقيقية محمولة على التقييم على فرض صحة سندها وعلى فرض صحة صدورها من الإمام عليه السلام. بعدين هي مش رواية مروية عن الإمام، هذه بينقلها أحد الرواة الحسين بن محمد الأشعري، محمد بن يحيى وغيره، ما قال كان أحمد بن عبيد الله بن خاقان على الله، هي رواية مش عن منصور. شو بيمنع انه والله يدس فيها هذا الامر؟ شو بيمنع انه تكون هالرواية كلها مركبة مثلا؟ شو بيمنع؟ لا العقل بيمنع ولا الشرع بيمنع، ولكن على طرف طيب نسلم جدلا انه هالرواية بهالكيفية بهذا السند رواها الشيخ الكلاني. فليس كل ما في الكافي يعتبر صحيحا وموثقا، فهناك الاسانيد الضعاف والمراسيل التي لا حجية فيها. فلم يدعي أحد من علماء الشيعة صحة كل ما في الكتاب المذكور، نعم جل ما فيه موافق للأصول عندنا، والشاذ منه إن أمكن تأويله أخذنا به، وإلا فيضرب به عرض الجدار. هذا الرد الأول. الرد الثاني، لقد عرف أحمد بن عبيد الله بن خاقان الراوي لهذه بالنصب والعداوة لأهل البيت عليه السلام، وقد ذكر الكليني نفسه والمفيد في كتابيهما الكافي والإرشاد أن الرجل كان شديد النصب والعداوة لأهل البيت، كما لم يوثقه أحد على الإطلاق. فالرجل لا شك أنه من الضعاف، كما نص على ذلك أيضا علماء الرجال منهم صاحب الوجيزة والحاوي
فليراجع من أراد المراجعة. وعليه فلما كان الرجل ناصبيا ولا أحد من الإمامية يأخذ بقوله، فكيف حينئذ ينسب عبد الله الجميل الناصبي ومن كان على شكلته الحديثة إلى ثقات الإمامية في مصادرهم المعتبرة؟ ثالثا، على فرض صحة ما في الخبر فإن فيه شيئا من التقية والمصلحة حفاظا على المولود المبارك وصونا لنقد الغرب، ولو ذكر فيه أو لو ذكر الإمام عليه السلام الحسن العسكري في وصيته ولدا له، يعني لو قال بالوصية أني والله قسم ميراثي بين جدة يعني بين أمي وبين أخي وبين ابن الإمام مهدي، يكون إقرار العقلاء على أنفسهم جائز بعد، ولو تعلم أنت أقررت بيأخذوها ساعتها لمولاة النرجس وبيقطعوها إربا إربا وبيهددوها، أو بيعلنوا بين الشيعة أنه يا مهدي يا مولاي أيها المعظم اخرج وإلا قطعنا أمك إربا إربا مثلا. هل طب يقال مثلا طيب الإمام لو فرضنا أنه ذكروا الإمام، ما قادر الإمام يستعمل الولي التكويني؟ ما قادر يستعمل المعجزي؟ بيذكر بالوصية ابنه وبيصرفهم هو في بطريق المعجزة، بيصرفهم على الاثنين، هنا يترتب ضرر على الشيعة على كل الشيعة في سمراء وغيره. حين إذا بعد يجرد المعتمد العباسي سيفه بالشيعة وبعد الأئمة مش مأمورين أنه يستعملوا الولي التكويني في هذا المضمار، مش مأمورين على أنه يستعمل المعجزي، ولا كان استعملها رسول الله جدهم واستغنى عن إقامة الحروب، يعني شن الحروب على الكافرين والمشركين وما شابه ذلك، كان استعمل المعجزة أو استعمل الدعاء من دون حاجة إلى جيش جرار يجمع أنصار إلى ما هنالك حتى لي يعني يقيم معركة في بدر وأحد وحنين وغيرها، يكفيه الدعاء ويقلب عليها سفينة. فرسول الله وأهل بيته ليسوا مأمورين بإقامة المعجزات ولا استعمال الولاية التكوينية في هذا المضمار. طيب إن قيل لنا طيب شو فائدة الولاية التكوينية؟ هذا إشكال بيجر إلى إشكال آخر. طيب شو فائدة؟ أنتم بتقولوا الشيعة أنه والله إلو الولاية بمقتضى قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا في الآية الكريمة إنما وليكم ولاية، إنما الولاية لله، هذه الولاية أعطاها لرسوله وأعطاها للذين آمنوا لي أهل بيت النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف يتقولون أنهم لهم هذه الولاية بمقتضى هذه الآيات ثم لا يستعملونها في وقت الضرورة؟ نقول للإجابات السريعة، وأنا عندي إجابات مفصلة في كتاب الفوائد البهية في بحث الولاية التكوينية من الجزء الثاني منه، أنه الله ما له ولاية، قالوا لي إنما الولاية لله، طيب ليش ما استعملها على الكافرين والزنادق بدون ما يرسل الرسل والسفراء والبشرين؟ وقالوا لي استعملها كان على الفاسقين والمارقين وانتهت المشكلة. وكمان إذا الله بده يستعملها معك أغلب الناس 99% فصار تجار ما بيعرفوا أمر، يعني كل واحد بيخطئ بحق الله وبحق الأنبياء وبحق المؤمنين أو بحق المستضعفين بشكل عام لو كان نصرانيا مثلا. إذا الله عز وجل استعمل ولايته على كل شخص فإذا 99% ما خرجوا أنه يبقوا بالحياة، وهذا مقتضى قوله تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. فإذا أهل البيت عليهم السلام يستمروا بسنة الله، الله له ولاية تكوينية فما استعملها لمصلحة، وأنه ما بده يستعملها الولاية يستعملها الإمام المنتظر بكرة، حتى مش كلها استعمل جزء منها أول خروجي، استعمل السيف استعمل الحروب بحارب هو أصحابه وأنصاره صلوات الله عليه اللهم اجعلنا منهم. على هذا الأساس، وهذا هلا بيأدينا إلى إشكال آخر كمان، يعني معلش نجاوب على هذا الإشكال ضمن هذا الإشكال لأنه هذه الشبهة رائجة، أبو علي وعلي الأشعري بيروتي يما الآن هو نفى الولاية التكوينية عن أمة أهل البيت، كان عم يحاضر في جامعة دمشق، قال لو كان الإمام الحسين عنده هالولاية لكان استعملها ودفع عن نفسه القتل. سبحان الله طلعت وحدة حسينية امرأة فتاة من الجامعة اللي قاعدة بالصفوف
ألفت سؤال قطعته، ألفت سؤال ألا تفضلي، ألفت الله ما له ولاية تكوينية ألا بلى، ألفت ليش الله ما استعمل ولاية تكوينية ليدفع القتل كمان عن الإمام الحسين. الله له ولاية تكوينية وما استعملها ليدفع القتل عن الإمام الحسين، ما استعملها ليدفع القتل عن رسول الله، ما استعملها ليدفع القتل عن الأنبياء الذين قتلوا وشردوا وظلموا. هل يا ترى إذا عدم استعمال الله للولاية التكوينية يستلزم يعني إنكار الولاية التكوينية لله؟ قال لا. قال فإذا هكذا الإمام الحسين عنده ولاية تكوينية كما أن الله عنده ولاية تكوينية ولن يستعملها لحكمة ولمصلحة، كذلك الإمام الحسين عنده ولاية تكوينية ولكنه لم يستعملها لمصلحة وحكمة، فبهت الذي كفر. نرجع لبيت القرآن، فالإمام عليه السلام لم يذكر في وصيته ولدا له من باب التقييد وأسندها إليه، وإلا لو ذكر في وصيته لأن له ولدا وأسندها إليه حينئذ لناقض ذلك الغرض منه، الغرض هو حفظ الإمام المنتظر، فكيف يذكر بالوصي الإمام الحسن يقول إن وضع عندي ولد قسم ميراثي بين ابني وبين بين بين امي وبين اخي، يكون هون شنو ناقض الغرض؟ الغرض هو حفظ الامام. يعني اذا بعد لا يجوز للامام الحسن حاشا وكلا، نحن ما عم نقول من عندنا لا يجوز، ونحن يعلمونا نحن كيف ندافع عنها، لا يجوز بحكمة العقل والنقل ان يقول الامام الحسن والله ان لي ولدا وقسم ميراثي عليه وعلى امي وعلى اخي، يكون ناقض غرضه ونقض الغرض قبيح عقلا وعقلا، ونافى مقصده في تدبير أمره له وعدل عن النظر بولده وأهله ونسبه، لا سيما مع اضطراره إلى شهادة خواص الدولة العباسية عليه في الوصية وثبوت خطوطهم فيها كالمعروف تدبر مولى الواثق العباسي وعسكر الخادم إلى ما هنالك. وبالجمل الملخص هذا الوجه، يعني حيث ذكرنا بعض المنهج، أنه على فرض صحة ما في خبر أحمد بن عبيد الله بن خاقان فإنه ظاهر في التقية والمصلحة حفاظا على المولود المبارك الإمام الحجة عليه السلام، وصونا له عن الهلكة الذي هو الغرض في الحفاظ عليه من التعرض للموت، لأن الله تعالى أراد إتمام الحجة على خلقه بوجود الإمام المهدي عليه السلام الذي يحيي به الدين وينقذ به المستضعفين. ولو ذكر الإمام الحسن العسكري في وصيته ولدا له وأسندها إليه لكان قد ناقض ذلك الغرض منه ونافى مقصده كما أشرت سابقا في تدبير أمره له. يعني هو الإمام يدبر خطة للحفاظ على الإمام المنتظر، وهنا استعمل التقية حيث أنه لم يذكره في الوصية، فاضطر الإمام العسكري عليه السلام إلى إخفاء ذكر الوصية على ابنه الإمام المنتظر، فحصر الوصية بأمه اللي هي سليل أو حديث، اسمها حديث أو سليل إلى إلها عبد الرحمن، وهي كانت جارية مغربية، فحصر الوصية بأمه دون ابنه الإمام الحجة. ولهذه القصة نظير يعني شبيه، وهي ما جرى على الإمام الصادق عليه السلام حيث أوصى مرتين بوصيتين، واحدة خاصة والأخرى عامة، فالخاصة كانت للإمام القاضي، يعني كانت خاصة بالإمام القاضي وأنه الإمام من بعده دون ابنه عبد الله الأصح، يعني دون ابن الإمام الصادق عبد الله الأصح، عبد الله الأصح. وقد أشار الإمام في عدة مناسبات إلى أصحابه الثقات بأن الإمام من بعده هو الإمام القاضي، كان يشيع الإمام بين أصحاب الخلق على أن الإمام من بعده هو الإمام الكاظم. لاحظوا اللي عنده كتاب إثبات الهدى فليراجع إلى إثبات الوصاية بالإمام الكاظم، والبحار كذلك في جلد الخاص بالإمام الكاظم. إذن الشيعة الخلق كانوا يعرفون، الشيعة المؤمنين كانوا كلهم يعرفوا على أن الإمام الكاظم هو إمام من بعد أبيه وليس إسماعيل وليس عبد الله الأصح وما شابه. وفي هذه الوصية
وأما هذه الوصية شنو الوصية الخاصة، وأما الوصية العامة فقد كانت وصية لدرء الخطر عن مولانا الإمام الكاظم. وفي هذه الوصية يذكر فيها الإمام الصادق بأن الأوصياء على تنفيذ وصيته العامة هم خمسة: أولهم طاغية زمانه وهو أبو جعفر المنصور وعبد الله الأفطح ومحمد بن سليمان والإمام الكاظم وحميدة أم الإمام الكاظم وزوجة الإمام الصادق. حميدة صلوات الله هي بربرية، وفي قول أنها أندلسية يعني هي إسبانية. تحقق لدي على أن اثنان من أزواج الأئمة روميات، حميدة صلوات الله عليها ومولاتنا المرشد. تجي أم الإمام زين العابدين باعتبارها عجمية لأنها من إيران. فكانت هذه الوصية العامة للتغطية تقية على ولده الإمام الكاظم، وهكذا بالنسبة إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام، حيث لم يوصي إلى ولده الإمام المهدي في وصيته العامة، بل اقتصر على ذكر والدته حديث المكنات أو التي اسمها حديث للنقطة الفقهية التي أشرت إليها آنفا. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوى وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه بحق الحق والقائل الصدق. محمد آله الطيبين الطاهرين صلى الله عليه وعليهم، والسلام عليه وعليهم وعليكم ورحمة الله وبركاته. والفاتحة لأرواح أمواتنا جميعا بعد الصلاة على النبي وآله ثلاث مرات: اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل وأجر.